السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شيوات سريعة مع أم آدم. اليوم جبت لكم واحد الوصفة كتجي وصفة صحية وزوينة بزاف، وهي طاجين الحوت في الفران. كما كتشوفوا معنا عندي هنايا واحد الكمية ديال البطاطا، يعني تقريبا عندي واحد نص كيلو هنا البطاطا، وديكشي كيبقى على حسب الرغبة. عندي هنا واحد جوج مطيشات مدورين مقطعاهم دائرات. عندي هنايا واحد كمية ديال القزبر والمعدنوس وشي ربعة الفصوص الثومة اللي دقاهم مع الملحة. وعندي هنا الحوتة اللي غاسلها ديجا بالملحة والحامض. دابا غادي ندوز غنجيب واحد التبصيل ديالي اللي غادي ندير فيه ديك الثومة والملحة والقزبر اللي مدقوقين. كما كتشوفوا معنا هاد الكميه هذه كتبقى لكم الاختيار، يمكن لكم تزيدوا يمكن لكم تنقصوا على حسب عدد الافراد الاسره. عندي هنا واحد معلقه ديال الكمون كما كتشوفوا معنا، عندي هنا واحد معلقه ديال التحميره عامره كما كتشوفوا، عندي هنايا شويه ديال الخرقوم شي راس معلقه صغيره ديال الخرقوم، غادي ندير شويه ديال الزيت باش غادي نشرمل ديك الحوته ديالي، وغادي نزيد شويه ديال الحامض مع ديك الشرموله. انا زدت واحد شويه ديال الماء غير باش تخلط ليا الشرموله، وغنزيد معاها طريف ديال الحامض، وغادي نخلي شويه باش غادي نزين به من باش نزين به الحوته. غنقطع واحد جوج دائرات هكا، واللي بقى غادي نعصرو في ديك الشرموله كما كتشوفوا معنا كما واضحه في الصوره. الصراحه كيجي زوين الحوت في الفران، احسن من مقلي. كما كتشوفوا انا هنا غنعصر ديك الحامضه، ماشي حامضه غير نص حامضه، اما اش كيقولوا له الحوت راني ديجا درتو في الملحه والحامض باش غسلته مزيان ورقدتو شويه في الملحه والحامض وحطيته. مهم انا هنا كنخلط ديك الشرموله ديالي، غادي نشرملها غادي نشرمل الحوته، وغادي نخلي ديك الحوته شحال ما بغيتو، يعني اللي بغيتو تردو هذيك الساعه تردوها، بغيتو تخليوها تدخل هذيك الشرموله تدخلها. انا مع الحوته هنايا دايره لها الحامض وداكشي، يعني شاربه لي الشرموله. غادي نشرملها مزيان وغادي نخليها على جانب على ما نحضر البطاطا. وهانتوما معانا وهي كل ما فلحتو ديك الحوته كتدخل هذيك الشرموله كتجي بنينه، وكل ما خليتوها مرقده كتجي لذيذه الصراحه. الله من الاحسن انكم تشرملوها وتخليوها شي ساعه هكا وعاد تدخلوها الفران. مهم انا نخليها على جنب. كما كتشوفوا معنا انا هنا خديت واحد اللاطه اللي غادي ندخلها للفران، غادي نقطع واحد مطيشه، وانتم المطيشه على حسب على حسب الرغبه كما قلت لكم، ديروا جوج او وحده او اللي بغيتوا. انا هنايا غير غادي نحطها باش نحط عليها الحوته. كما كتشوفوا معنا صافي، غادي ناخذ معكم واحد اللي بغيتو ربيعة ديال المعدنوس عواد هكا اللي تفرشوها من فوق ديك مطيشه. الا ما كانتش عندكم صافي خليوها غير ديك مطيشه وتحطوا عليها ديك الحوته. مهم هانتوما معنا مع الصور. كما كتشوفوا معنا انا درت واحد عريشات ديال المعدنوس
صافي. وغادي ناخذ معكم ديك الحوته وغادي نحطها في اللاطه. ديك الشرموله اللي بقات ليا غادي نشرمل بها البطاطا. صافي هذا ما كان، يعني واحد الوصفه اللي كتجي زوينه بزاف الصراحه الله، وكتجي لذيذه. صافي انا هنايا غادي نشرمل معكم ديك البطاطا. نحاول ندخل فيها هذيك الشرموله كما كتشوفوا. صافي كما كتشوفوا من بعد ما شرملتها بطاطا كيجي على هذا الشكل هذا. غادي ناخذ اللاطه معكم وغادي نجلس نستف فيها ديك البطاطا على جناب ها نتوما كما كتشوفوا كما موضح في الفيديو. كنمشي على هذه الطريقه هذه كنستف ديك البطاطا. بطاطا كتبقى اختياريه شحال ما بغيتوا ديروا ديروا. انا كما قلت لكم هنايا بالنسبه للعدد بينا قليل، درت نص كيلو كافي انا الحمد لله. صافي كنبقى غادا على هذا الشكل هذا. غادي ناخذ ديك مطيشه دوائر حتى هي وغادي نستفها حتى هي معاهم في الجانب. مهم هاد اللاطه هذه انا ندخلها الفران، يعني راه بطاطا دغيا كطيب، الحوت دغيا كيطيب وكيجي بنين الصراحه، كيجي بنين بزاف. كما كتشوفوا انا خديت معكم ديك جوج مطيشات حتى هما دوزتهم ديك الشرموله. صافي وكنزوق بها الحوته، كندير مطيشه وكندير عليها واحد دائره الحامض كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. والتزيين كيبقى لكم الاختيار، كما بغيتوا تزينوا زينوا عشوائي وصافي. يعني راه هذا كنبغيو نشوفوا الالوان في الطاجين باش الشهيه كتفتح الصراحه. مهم من بعد كنزيد ديك الشرموله، كنزيدها فوق ديك الحوته. هنا البنات ما درتش كاع الماء، درت اي بحال نقولوا غير واحد معلقه ولا ربع كاس ما كاملش ديال الماء. يعني انا من غطيتها هي طلقت الماء وطابت غير ديك الماء ديالها، جات لذيذه كما كتشوفوا. هنا زدت معكم واحد شويه ديال الزيت الزيتون، انا ديما كنستعمل زيت الزيتون يعني ما كنستغناش عليه، كنطيبها بزيت الزيتون. صافي كما كتشوفوا غادي نغطيها ببابيي وغادي ندير الالومنيوم وغادي ندخلها الفران وغادي نقص عليها ونخليها تطيب على خاطرها. مهم انا مين نخرجها من الفران غنتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. كما كتشوفوا معنا البنات هذا هو الطبق ديالنا، كيجي غزال الصراحه المنظر ديالو، كيجي زوين بزاف بزاف صراحه. غير جربوها، جربوا بهذه الطريقه هذه اللي وريتكم كتجي زوينه بزاف. مهم كما قلت لكم غندخلها الفران ندوزو للشكل النهائي ديال هاد الطاجين ديالنا. كما كتشوفوا معنا من بعد ما خرجته من الفران وطاب ليا الصراحه جات لذيذه، جات فنه، لا في الريحه ولا في المنظر، ريحتها كتشهي ولا في المنظر ديالها. كنتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوه مع الاحباب والاصحاب، والى اللقاء الفيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش تدخلوا للقناة ديالي وتابوناو عندي وتخليو لي جيم وكومونتير. وبسلام عليكم، الى اللقاء الفيديو اخر ان شاء الله بحول الله. كنتمنى هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. يلا البنات باي باي.